إذن مشاهدينا رح ننتقل معكم مباشرة إلى مطبخ عيون بيروت، ومثل ما ذكرنا اليوم بضيافتنا شيف يوسف قدامي اللي مشرفنا لليوم من الكورال سويتس الحمراء ضمن طيب جدا. يعني بدنا نرحب بالشيف بداية، وبنوعدكم الهيئة في طبقين غير شكل، يعني عنوانهم سطر ونص، كيف بدنا نختصرهم للمشاهدين؟ أول شيء مساء الخير. أهلا وسهلا فيك شيف. شكرا كثير لكم على طول بتستضيفونا، والدليل إنه بتهتموا بال شكرا لإلك، بتجي بتتعب بتعلمنا وبتعلم هيدا واجبنا على كل حال. وكل الأكلات دسمة يا شيف يوسف بتحضرها. يعني على طول إحنا بالنسبة لبرنامج عيون بنحب نعمل شغلات سبيشل شوية هيك خاصة تكون إنه بالشغلات الخفيفة شوية تكون. وبنقول لك ميرسي كمان على شوط الفواكه. اهلا وسهلا فيك. ليك شو حلو، اول شيء مزين عنا مطبخنا بعدين لبعد الدسم بكل انواع الفواكه بتحلى الواحد هيك. حتى الخضره حدك شيء كثير بيشهي، يعني مثل ما عم نشوف الباذنجان مع البطاطا مع حامض، هيدا لانه بدي استعمل منه انا تقريبا، في عندي شيء للسلطه بده يروح، شيء بده يروح للمين كورس الوجبه الرئيسيه. اوكي. لانه بدي اعمل راتاتوي، هي الخضره يعني خضره بنعملها صغير كثير، بدي استعمل من كل الخضرة تقريبا. هي لريش الغنم مع بطاطا مهروسة، ريش غنم يعني ريش وخضار مقطعة مع صلصة اكليل الجبل. مزبوط. قال مش انه ما بعرف اطبخها، ما عرفت اسمه. جاية بدها تقول لك، انت عم تقول ان شاء الله نعرف نطبخ، بدي اقول لها قراية ما بتعرف تطبخ. هي سهلة مش مشكلة فيها يعني. انا قلت كيف ريش نعام، بس ريش غنم. ريش غنم هلا هي بالنسبة للخضرة هلا بشوف طريقتها سهلة كثير، مش انه صعبة كثير، ومش استعمل كمية كثير، اشتغل لشخص واحد تقريبا، يعني محدود ال 20 30 جرام من كل سلطه، من كوسه لبطاطا ل اوكي. بس شيف، يعني هيدي تعتبر اكله دسمه، لانه عم نحكي بالغنم نحن. مزبوط صح. لانه الغنم عاده بطبعه هو بيجي دسم، دسم مزبوط ومدهن اكثر، مدهن طبعا وطعمته بتيجي اطيب، يعني يكون اللي بحب مزبوط الدسم واللحم، الدسم مزبوط اكثر، بينما البقر بيجي تقريبا صافي من ال منخبرك نينا ما فينا ما بناكل غنم، بس رح نشوف اكيد الطبق، لان كثار من هلا ريحته كمان لما بتطلع. الله يطول بعمرك. هيدا الله يطمنك. الله يطمنك. طيب لكن شيف رح نبلش بريش الغنم. لا بدي بلش، لا اول شيء بالسلطه. بدك تبلش بسلطه الافوكا مع الدجاج المشوي والشمندر مع صوص المايونيز. مزبوط صح. صوص مايونيز مع ليمون مع حامض. مع صوص المايونيز. مزبوط صح. نعم. طيب رح ناخذ المقادير بنبلش فيهم. اوكي، بدنا صدر الدجاج 80 جرام، بدنا شمندر 60 جرام، بندوره كرزيه 50 جرام، روكا 30 جرام، هلا الايسبرغ واللولو روسو والخس هن فينا نعتبرهم تشكيله من الخس كمان بتنضاف، بدنا جزر قلنا 20 جرام، جبنه بارميزان 20 جرام، مايونيز 20 جرام، حامض 15 جرام، ملح وبهار ابيض. يعني مثل ما هيك شايفوا المقادير، يعني حوالي 50 جرام من كل نوع خس بيطلعوا، ثلاثتهم سوا 150 جرام، كان ايسبرغ او لولو روسو او حتى الفريزي. دخلك يعني شكل الافوكا. طيب افوكا مش موجوده؟ بلا موجوده، هي سلطه الافوكا. بس عم اقول بالانجريدينتس قد ايه بدنا افوكا؟ افوكا تقريبا هي حبه، بدي استعمل نصها تقريبا، نص حبه افوكا تنزيد عليه، لكن نص حبه افوكا. برافو رغيدة. شفتوا؟ هلا انا اول شيء بدي بلش بال بس يا ريت بعرف طبقها، هيدي الاصعب. هيني قلت لي شيف يوسف. ايه سهله. هلا اول شيء انا بدي احط الدجاج على النار، لانه الدجاج بياكل شويه وقت، بس لتحمى شوي بتبلش. هلا اوكي شيف، عندي سؤال فيما يخص الدجاج، كثير من المتصلين دائما بيسالوا، بس يكون معنا اخصائي تغذيه، هل الدجاج لازم ينغسل قبل ما نطبخه، ولا فينا اذا جبناه مثلا شايلين عنه جلده ومفرز من البراد؟ عادة الدجاج هو بينغسل اذا كنت جاي من مباشره من ال هلا عاده إز... لا اذا مثلج بكون هو جاهز. اوكي. اذا اشتريتيه من السوبر ماركت جاهز مثلج بكون جاهز، بينما اذا اشتريتيه من عند نحن مثل ما عندنا طازه بتشتري، يفضل انك تغسليه. بشو بتغسله؟ هلا في منه بيستعملوا حامض وملح او حامض وخل، بيفركوه شوي، بيتركوه شوي، بينقعوه برجعوا بيغسلوه مره ثانيه بالماي بينتهي. وبتصير ريحه حلوه وما فيها ولا زلمه. هلا نحن عاده بشغلنا بنتبل الدجاج، يعني الدجاج لما بحطه بالبراد بحط شوية ثوم خفيفة كتير جدا مع حامض وخل ورشة ملح وبهار أبيض. لكل الأنواع يلي بتشتغلون بتحطها بالدجاج، خاصة الدجاج بس الدجاج، لأنه ثقيل بيزنخ الدجاج وريحته شوي حساسة، يعني حساسة شوي كتير،
غير اللحمه، اللحمه بتطول شوي بس الدجاج حساس كثير بيلقط ريحه و... شو التتبيله لكن شو بتحط له؟ عاده حامض خل ابيض، رشه ملح ورشه بهار ابيض مش اكثر من هيك. او اذا بدك ما فيك تحطي ثوم خفيف كثير، في ناس مثل ما مشان هيك انا عم بسال اذا لكل الدجاج اللي بتعملوه، لان في اوقات اشخاص بيطلبوا بلا بيفكروا ما في ثوم، بيرجعوا بيلاقوا في نكهه صغيره. لا حتى هو الثوم بيتغير شوي بطعمته، بيكسر الزا بيكسر طعمه الزنخه اللي بتكون موجود فيه، بصير اطيب مزبوط صح أكتر. ولما بتحطي الحامض انت والخل بقلبه طبعا بتلاحظي اذا انت قصيت الدجاج بعد شوي بتلاقيه فات بقلب الدجاج حتى طريت بتطرى معك شربته بتطرى معك، انت لما بتطبخيها بتلاقيها طريت شوي كامل. لكن بلشنا بسلطه الافوكا مع الدجاج المشوي والشمندر وصوص المايونيز. اول شيء حطيت الدجاج انا هون على النار، بدي بلش بالخضره. نعم انت عم تشتغل شيف، رح ناخذ اتصال من صديقنا جاك عم يحكينا من اسيوط. بونسوار يا جاك. بونسوار راغبة. اهلين كيفك؟ ماشي الحال، كيفك انت؟ يعني طولت علينا الغيبه ولا انا مش على دوري؟ عم تتصل بس ما عم كون. لا صار له زمان ما صار له زمان. بعض الاوقات ما بتكوني، وانا كنت بسفرت بالقاهره ولسه راجع بكير اليوم يعني. ايه الحمد لله على سلامتك واهلا وسهلا فيك من جديد يا جاك. اهلا فيكي، ودائما بترسموا على وجوهنا البسمه راغود وليلو ولولا. ولولا هي كرمال عدولا. انت كمان يا جاك. كرمالها. بمناسبه عدولا يعني على القريب بسافر له، بكون قريب منه بنورث امريكا يعني. لكن لازم تتعرفوا على بعض، تعملوا شي لقاء بمحل هيك ان ذا ميدل. صدقيني بفعل هيك يعني لاني شخصيه كثير رائعه وبدي اتعرف عليه شخصيا. اذا بقدر بتصل فيه او بالفيسبوك بتواصل معه لانه يعني شخص كثير رائع. بتعرف هلا بنقول له لعادل ان شاء الله يكون عم يحضرنا، بركي بيقدر يترك رقمه بتتواصل انت وياه جاك. اكيد اليوم الخميس الماضي كانت حلقه كثير رائعه بموضوع العمالة الاجنبيه، ومثل ما حكيت لك راغده على الفيسبوك يعني حلقتك مع المساعده الاجتماعيه بكاريتاس لبنان بسات 7 يا حسن صياح على السات 7 يا باول السنه كانت كثير رائعه، وكان بدي تكون حاضره بهالحلقه بجوار ليلو لولا لتشكيهم هالحديث اللي بتعرف جاك عرفت انه الصبايا كفوا ووفوا مثل العاده. أكيد يعني صار بدنا قوات دوليه تحفظ اخر شيء يعني عرفت احسن ما يضل واحد متهم بشغله معينه الصبايا بفتكر اخذوا كل الاجابات الشافيه بهيدا الموضوع. ريتا قامت بالواجب وبزياده يعني كانت صحيح حوار كثير حامي و جربنا نبرد الاجواء يعني. جربنا هيك ضربه على الحافر ضربه على المسمار فاتفقنا بهالصيغه كمان احتراما لضيوفنا. اكيد لدرجه ان الحوار من كثر ما كان حامي ما قدرت اعمل مداخله، ولما اتصلت برنا قالت لي الوقت عدى ما بقدر افوتك على الهواء لكن بقدر اوصل لهم رسالتك يعني. صحيح جاك لانسي ابو اربع ضيوف عرفت ونحن كمان مقدمتين يعني اثنين والموضوع كثير محتدم كان فمشان هيك الموضوع محتاج حلقات كثيره ومحتاج بكل حلقه اكثر من ساعه ونص ممكن يزيدوا لساعتين كمان. نعم موعودين قريبا كمان نرجع نحكي مع نقيب اصحاب المكاتب كمان تا نطلع بالتفصيل على القانون حسب ما هلا صار. موضوع كثير حيوي ومهم يعني لي خبرات كثيره ويعني في منها الايجابيه في منها السلبيه. لكن كثير بيمروا بهالحالات من عن عندنا هون بمصر بالسعوديه بالكويت بكل وين ما كان لبنان كل الدول يعني. صح مزبوط يا شاك مزبوط. شو رايك وشو رايك هلا باللي عم بحضره الشيف يوسف؟ تحياتي للشيف يوسف اولا. بحييك يا شيف. اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بمستمعينا بمشاهدينا بمصر. اهلا فيك وبتمنى اجي على الفندق تبعكم بالحمرة عن قريب ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك بتشرفنا ساعه ما بتوصل. كورال سويت بالحمرة. نعم اكيد. بأول الأسبوع يعني ما كان أتيح لي الفرصة أهنيكم بعيد استقلال لبنان الذكرى 70 لأني كنت بالضائعة يومها يوم 23 الماضي. نعم فيعني
تحيه للبنان الكبير الحبيب على قلوبنا، ويعني ان شاء الله للامام والرقي والرخاء والعلي للابد، لانه كثير يعني مهما بيمروا بظروف صعبه لكن بيضلوا عزيز على قلبنا، ونتمنى له كل خير وسلام. شكرا لك يا جاك، شكرا كثير. شكرا لجاك، ما عدنا عم نسمعك، ما بعرف اذا قطع الاتصال ولا بعد. شكرا لك يا جاك، شكرا للشيف يعني سهل السلاد بهالوقت، وللشيف كمان اللي على السريع كمان عم يشتغل. شيف هلا الكاميرا كانت مرفتك كل الوقت، بس لنرجع نذكر ايه هلا اول شيء. اول شيء انا حطيت الدجاج مثل ما حطينا بالاول، رجعت كثير حلوه على فكره ريحه الدجاج، طلعت كثير حلوه بالاستديو لانه نحن ناقعينه مثل ما قلت لك، هذا دجاج منقوع. هلا هي لازم تاكل بعد شويه وقت لانه بعد شوي نايم بيني من جوا، خليها شوي بدها وقتها. مثل ما شفتي شلت شويه ايسبرغ بحدود ال 30 ل 40 جرام ايسبرغ، لولو روسو، لولو بلانكا، روكا، ورجعت قطعت جزر بهذه الطريقه، شمندر، حطيت التشيري توميتو او كرزيه نحن بنقلها. هلا بدي بعد اقطع عندي الافوكا، برجع الدجاج، برجع بعمل صوص المايونيز مع الليمون. لكن انت وعم تشتغل وناخذ كمان صديقنا ابو شادن، شو اخبارك اليوم؟ كيفك انت؟ ان شاء الله منيح، مثل الغنيه اللي رح نشوفها لميريام فارس. اهلا وسهلا مليان. منيح؟ انا منيحه. منيح. لا منيح خلاص، وديت يوسف السوبر ماركت، ما عاد فيها الحمد لله. على سلامة على طول. الله يسلمك، أنا يقول خلاص هي عضك بابا استرصاري إذا ما وديتني السوبر ماركت. خلاص يلا نوديك السوبر ماركت بلاش. كيفك تمام؟ تمام. يعطيك ألف عافية، أمس روعة في اللبس واليوم أروع والله. تسلم يا أبو شادن، هيدا من ذوقك واتصالاتكم أروع. تصدق أقول لك على حاجة، أمس أنا ما تاكدت لبسك حلو لاخر فقره. اوكي. نحن بقيت معك. كان مركز. نحن اصلا بنلبس اشياء حلوه كرمالكم ابو شادن، لان نعرف انه هيك العين بتبقى مبسوطه بكل تفاصيل البرنامج. تسلمي. وينك راغده؟ هاي كيفك راغده؟ اهلين يا ابو شادن، انا منيحه. عمي مختفيه ويقول لك وحشتينا. يعني بس امبارح اللي غبت، تنين وثلاثه وخميس وجمعه. أربعة أيام أبو شادن أنا على الهواء، وبرضه استفدتوا. وحشتينا والله، وأنتوا بالأكثر يا أبو شادن، أنتوا أكثر. تسلمي والله تسلمي، كيفك تمام؟ أنا منيحة بخير بخير والحمد لله. بالنسبة لجاك الله يخليك يا جاك، بدي أقول لك هالحاجة. الاتصال والسوالف اللي ما تصير أنت ورانا ما طلعها كذا يا حبيبي، اكتم سرك في مطنك، وبعدين ما تروح العادل كذا، لازم تاخذون إذن مني. أي طبعًا. كعمدة لازم ياخذوا الإذن وتصريح. لازم ياخذوا إذن، لا لا لا. ومنا نحن كمان، نحن أعطيناه إذن. طيب بيسوى نتوسط له نحن عندك أبو شادن؟ ولو. لكن خلص في روح عند عادل، ما في مشكلة. توسطني له عليها. ولو عادل، لو كان عادل من اسكندريه ولا من اسماعيليه كان جوزته، بس هو اعتقد من المعادي مدري من طنطا مش حزوجه. احنا ولا مره سالناه مظبوط. طيب بركي اليوم اذا اتصل فينا بنساله تحديدا من وين. يعطيكم الف عافيه. تحياتي للشيف يوسف، كيفك شيف يوسف؟ تحياتي لك، اهلا وسهلا فيك حبيبي. والله وحشتنا. الله يخليك يا رب. على راي الاخوان اللبنانيين، يا عمي وينك؟ وينك؟ اشتقنا لك، هيك على اللبناني. هيك على وين رحت اليوم؟ اي ايش رايك؟ بعرف احكي باللبناني؟ اي ماشي الحال. لا بيمشي الحال، بيمشي الحال. خلص حلو. بعد مشوار على لبنان بيمشي الحال كثير. لك وحشه، على فكره يا ليال فكرتيني حاجه. شو هي؟ ما كنت موجود راغده امبارح، ثم قلت بنرقص في الطياره. دكي ايه، لان كان في انه بصير ساعتها تحجزي حد الفيس، تحجزي بزنس او عادي. اوكي ايه حلوه. حتى يقول لك عبد الرحمن الطياره حتنزل. انا قلت له انه وين بدها تنزل؟ ما الشنط اللي بناخذهم اقوى من الدبكه اللي بدها تصير، كل شنطه فيها شي 30 كيلو يعني. لا هبوط ان شاء الله سليم. يا شيف يوسف حبيبي يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. من ناحيه الدجاج اللي تسوي فيها قلي مو هيك؟ ما فهمت. الدجاج عم تقلي. ايه الدجاج اللي عم اقليه، بس الدجاج اللي عم اقليه والباقي خضار. طيب اوكي، بس عندي سؤال، انت لما قليتها طبختها سلقتها قبل كذا ولا على طول قليتها؟ سلقتها شيء قبل ولا لا؟ لا لا هي دجاجه نيه منقوعه، بتكون قبل بوقت مع ليمون وحامض وزيت
بننقعها قبل الوقت، يفضل قبل نص ساعة ساعة، وبنرجع بنقليها بهذه الطريقة. أول شيء بنحطها على نار قوية شوي لتاخذ لون على الجنبين، بنرجع بنخفف النار حتى ترجع تستوي من جوا. هلا عم تعمل الصوص. هلا عم نعمل الصوص بدون ما تغليها في مية ولا شيء. لا لا لا، بدون ما أغليها بالمية. مسلقة يعني مسلقة. زي ما قالت راغدة، لأنه فعلا أخصائي التغذية على طول بيقول لك لا، زي ما قالت راغدة والله فعلا لا مش مسلوقة، لازم تطبخ أكثر من اللحم، مدري كيف هم خوفيننا أكثر. إيه، وإنه تتغسل وتنفرك بحامض وملح. شيف يوسف، تتشطح بالسكين عشان يدخلها الحرارة زيادة ولا؟ أنا عجبتني الفكرة. ليش؟ لأن ما فيها تلف بالمي، سريعة. أنا حسويها. أي كثير سريعة. بس عم يسأل إذا أفضل واحد يجرح الدجاج بالسكين تتفوت عليها الحرارة. الدجاج تستوي أكثر شوي. تستوي. أنا عادت على، أنا كان فيي جرحها، بس إذا رجعت عليها بتبين هيك مفتحة. طب ليك شف، إذا مثلا قصيتها بالنص رققتها، كل ما تكون رفيعة ما بتستوي أفضل؟ بدها دقيقتين. إيه، أهون. أدهون، بس هيدي أنا بدي أحافظ إني بعطيها شكل للشكل للشكل للمنظر. إيه، مش أكثر من هيك. هي تقريبا هون صارت مستوية، بس بقي على الراس شوي. الشيف ما ابغى اطول عليك، بس عطني التركيبه البدايه اللي بترجعها فيها، معليش. اوكي، النقعه تبعيتها. أوكي يا ابو شادي، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا. نرجع نذكر لكل اللي بيهتموا بنقعه الدجاج ونقعتها، شويه دجاج وشويه ثوم، حامض، خل، بهار ابيض وملح. اوكي، وفيهم ما يحطوا ثوم، وفيهم ما يحطوا ثوم، شي بيرجع حسب الاختيار، بس كميه صغيره. كميه صغيره. أوكي. في منهم بحطوا مثلا اوريجانو والزعتر كمان بيعطيها كثير، كمان بيعطيها صح. طيب شيف يوسف، بنذكر شوي بالصوص، لانه بهيدا الوقت كنت عم بتحضرها. الصوص هو بس كنايه، يعني معلقه مايونيز، ملعقه مايونيز، معلقه مايونيز هي تقريبا المعلقه بتيجي 20 جرام. اوكي، 20 جرام احط 10 جرام حامض مقابلها عصور، رشه ملح، رشه بهار ابيض، مش اكثر. بس هي صوص المايونيز. هلا في ناس بتحب تحط خردل معها، اذا بتدخل خردل بتدخليه بحدود ال 5 جرام ل 10 جرام خردل. طيب الخردل. اي الخردل طيبه بتيجي. هلا انا عملتها بس بمايونيز وحامض. اوكي. المايونيز وحامض بيمشي مع الافوكا اكثر. اوكي، كثير بيطلع طيب. عدولا مساء الخير. هلو ليلو، هلو هلو، ملايكتك حاضره. ملايكتك حاضره. وبقول لولا كمان، عشان انا بجد يعني اولا تحياتي للعمده ابو شادن، مساء الخير يا عمده، ومنور مكانك يا عمده. فالعمده بس تحياتي ليه، تحياتي طبعا بجد يا جماعه الجاري. قد ايه انا يعني فرحان جدا ان هو قال الكلام الجميل ده عليا، وانا سامع من اول الفقره، وقد ايه جاك جميل وانسان، يعني فعلا تحس ان هو طيوب وجميل ولذيذ وكل حاجه فيه. جاك يا حبيبي، رقم تليفوني في كنترول، خد في اي وقت ودق لي، بس انت اعمل لي يعني لي الرقم بس واقفل، وانا اللي هكلمك يا حبيبي. يعني ما عشان ما بقاش اي قص عليك من اسيوط او من القاهره، اكيد رح يقول لك جاك فديك ولو. لا لا لا، معلش خليه هو، بس عشان كندا بعيده وكده. هلا رح يتكفى حق المخابره ابو شادن، انتم ما تعطلوا هم. ابو شادن، ما هو ده ابو شادن هيدفع الفاتوره. خلص، ما تعطلهم لا انت ولا جاك، يعني بس قبل ابو شادن. عدولة لازم تطلب تصريح على الهواء مباشره تيوافق ابو شادن. ابو شادن، ابو شادن انا عارفه هو بيوافق على ايه وما بيوافقش على ايه، هاي هيوافقني عليها. اوكي اوكي. على فكره ابو شادن ساعات بقول له انا مش هتصل مثلا في الفقره، اول فقره يقول لي هلا تتصل يا عادل. حاضر يا عمده، حاضر يا عمده. هم انا محضر ايه؟ محضر الاتصال مثلا مع المطرب، مع خبير، مع دكتور ولا كده، يقول لي لا لا لا، هل 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 تتصل؟ اقول له حاضر يا ابو شادن، اقفل واتصل. هيدا العمده، ما فيك تخالف اوامره، شو بدك تعمل؟ دكتاتور ابو شادن، دكتاتور. دكتاتور. دكتاتور، بس دكتاتور جميل. ايه 100%. حاضر ابو شادن طبعا. وعلى فكره يا جماعه، اي حد فعلا يعني عايز كده ياخد رقمي من كنترول، مفتوح لاي حد، ويعمل لي ميس كول، اعمل لي ميس كول وانا هكلمك يا جاك. أوكي. ماشي يا حبيبي، وانا فرحان قوي بشكل على فكره ان هو قال يعني رغود وليلو ولولا، فيعني كانت جميله من جاك، وبحبك يا جاك حبيبي. عدولة، بس قبل ما تختم، انت من وين؟ من مصر، كنا عم نجرب نقول من وين. انا من القاهره نفسها. من القاهره. اوكي، فهيك يعني من قلب البلد، من داون تاون، يعني جاك يعرف الحته دي، يمكن من حته اسمها ميدان عابدين. اوكي. يعني يمكن جاك يعرف المكان ده، عابدين اللي هو قلب القاهره، من عند سيدنا الحسين وعابدين و واضح، المهم من القاهره، والشواربي والداون تاون بتاع القاهره، من المنطقه هاي يعني. جود. اوكي، من قلب القاهره، كل افضل عن جدا يعني، كل اجدادي قاهريين، كلنا قاهريين.
انتم المهم انا قاهرون. هادي الشيف يوسف. وبعد كده في حاجه هقولها بسرعه، انا عارف ان احنا طولنا عليكم، يمكن طالعين كمان بريك الوقت. استاذ سماء عماش دلوقتي، يلا بقى يلا خلصوا يا جماعه. صاروا بيعرف اكتر منا عادي. حافظ لو طالعين بريك الوقت هادي الشيف يوسف. وبعد كده خدوني معاك، خدوني معاكم، خدوني معاكم وانتوا رايحين المسرح بتاع العرايس بتاع الاطفال قصدي. اوكي بتحبي عادل؟ يا خديني معاك، خدوا معاك وناخد جولا كمان، ريتا حرب كمان، وكريستا راف كمان، ناخد كريستا راف كمان معانا. ناخد معاها؟ ناخد معاها ولا ما بناخدها؟ ما انت قلتي معاها، انت قلتي مش انت يا ليلو؟ بلا قالت انا ومعاها. بلكي ما بدك. طب ليلو انت، لا كلنا هنروح كلنا، وكريستا راف ورنا المصري وكل كنترول وكل مصورين والصوت والضوء والهندسه وكنترول المشاهدين. خلاص خلاص راح نجيب باص ونروح كلنا والمجموعه كلها. ناخد الشيف كمان. يلا انا معكم. طبعا والشيف يوسف كمان. شيف يوسف طبعاً. على فكره اخر حاجه هقولها بسرعه بس اوكي. مسرح على فكره، مسرح المسرح ده بيبقى جميل جدا. في مسرح كمان اسمه مسرح العرس اللي هو بالفتل وكده، ده للاطفال بيفضل عالق في الذهن. خدوهم بالمسرح ده، كان صلاح جاهين بيعمل الحاجات دي. اوكي مسرح العرايس اللي هم بيلعبوا العرايس بالفتل، الاطفال عمرهم ما بينسوا الحاجات دي. خدوا الاطفال هناك مسرح الدمى. الدمى عايز اكلمكم في الفقره الفنيه بس هكون مكالمه سريعه جدا عشان عايز اعمل يعني جريت. شكر خاص للاعلاميه شفكي المنيري. اوكي اوكي شكرا لك يا عدول على الاتصال والمداخله. عندنا كمان اتصال وسام مزبوط من بيروت. مرحبا وسام، كيفكم؟ كيفك انت؟ اهلين. تمام الحمد لله. وانت؟ الحمد لله ماشي الحال. انا بحييكم جميعا. ثانك يو. نحن بنحييك يا وسام. ليليان احلى راغده. ميرسي يا وسام. مضيعة عزيزة كمان راغده. ثانك يو. والشيف كمان بحييه. اهلا وسهلا فيك. ميرسي يا وسام. انا بدي اعتذر منكم، ما حاحكي عن الاكل ولا حاحكي عن شيء. انا بدي اخبركم انه انا امبارح رجعت شي ساعة واحدة بالليل، صراحة ما قدرت. أنا بتابعكم على طول بس امبارح ما قدرت حضرتكم، فحضرتكم شي ساعة واحدة بالليل. شفت عم تحكوا عن مشكلة الجمرك مع إدارة النيو تي في وهالمشكلة اللي صارت. صحيح. أنا بدي أقول لكم شغلة، أول شيء بالجهاز الجمرك في كثير من الشرفاء أكثر من أي جهاز ثاني على الإطلاق، وأنا هالكلام بتحمل مسؤوليته. شغلة أولى، شغلة ثانية أنا عم بحكي بصفة شخصية، نحن كموظفين امبارح أنا ضليت من الصبح للساعة واحدة بمركزنا، بس نحن رفضنا نشتغل. انت موظف وين؟ بالجمارك؟ ايه بالجمارك. اوكي. نحن رفضنا نشتغل لانه نحن تعرضنا لاهانه، مش بس للمدير العام، تعرضنا نحن لاهانه، يعني تعرضوا للمدير العام، تعرضوا للاداره، نحن صرنا اسمى من اشيات. نحن العسكر هو اللي كلهم اللي كانوا موجودين، هو كلهم خريجين جامعات معهم شهادات اجازات بالجامعه. بس المشهد اللي شفته وسام، المشهد اللي شفته على التلفزيون يعني نحن شفناه، انت راضي عنه؟ انتم شفتوا المشهد من وجهه النيو تي في، رح احكي بهالموضوع. بس ما بيقدروا يغيروا بالصوره أكيد يعني. أكيد هذا اللي صار. بالموضوع. هيدا الضابط اللي ضرب سيد زميل رياض بيسي. اوكي هيدا الضابط، هيدا خريج هيدا خريج مدرسه حربيه مثله مثل اي ضابط ثاني بالجيش بالدرك بقوى الامن مثله مثل قائد الجيش. هيدا ما بينبزع عليه، واذا بتشوفوا نحن حنبعث لكم صور كيف انبزع عليه من الزميل رياض قبيسي. هذا جاي يعمل تحقيق صحفي، يمكن اللي جاي يعمله كان جليل جدا ويمكن بيخدمنا الا اكثر ما بيخدم غيرنا. صحيح. بس ما في يتعرض للاشخاص. بعثوا الصور وسام، بعث الصور. انا اكيد رح ابعث الصوره، اكيد رح ابعث الصوره. بس الصور اذا فيك فيديو تقلك ليه؟ لانه ساعتها اذا صوره ممكن واحد من بعد ما اكل قتل يكون عمل بهالحركه. قبل ما ياكل اي كيف بده واحد يتاكد اذا صوره فوتو؟ اللي هو كان عم ينادي فيه المدير العام عم يشلحوا الميكروفون وبدا عليه واضحه بالصوره. وحتى على نيو تي في بتشوفوها، هي بتشوفوها سريعة. انا حبعتها لكم. بس في عتب عليكم كمان، انتم القناة بتحضركم مش بس محلية، بيحضركم برات لبنان كمان. ما فيكم تيجوا تتطرقوا لهالموضوع من وجهة نظر النيو تي في، لانه بالنهاية نحن اصلا مصالحهم يعني. اي نحن امبارح ما اصلا امبارح حكيت حكي ما بينحكى يعني بغض النظر عن اي شيء ثاني. نحن من البلد تعطل، البلد تعطل، نحن في عنا ادارة تبهدلت، في ادارة تبهدلت. لو قيادة الجيش لو اليوم شو الوضع بالجمارك منك عم نعرف؟ في فوضى. امبارح ما طلع رصاصة، ما طلعت. أوكي. من شهرين ثلاثة مشكل بأفضلية مرور بجبال راح قتيلان.
وسام مرور. وسام بتعرف شو اكبر دليل على انه قادر واحد يستوعب وجهات النظر الاثنين اليوم اللي عم تطلع انت تحكيه؟ وقلنا لك ابعث لنا صوره، يعني نحن من خلال منبرنا نحن وجهات النظر الاثنين. ايه اكيد، ونحن بنستقبل. انت راغده، انا يعني انا بحييكي وبحيي الكل، بس انه انت بخصك بال، انت صديقه عزيزه ونحن بنعتز بهالصداقه. وانا يعني انا تفاجأت بهالموضوع امبارح. على كل حال وسام، نحن بحلقاتنا اللي جايه رح نرجع اكيد نتداول هيدا الموضوع، ونحن رح نستقبل يعني وجهات النظر كافه. انتم ما نكون قناه محليه، نحن في صوره قلنا كمان برا. صحيح، ومشان هيك لك الى كل شخص له حق الرد، وخلينا نرجع نشوف الصور بس نرجع نتداول. كنت عم بسالك وسام، مع زميلكم كمان انا ما بلومكم، بس في حقيقه بدها تبين، يعني في طريقه. انا برجع بقول لكم يعني هيدا موضوع، يعني لو اي شخص تعرض لاهانه يا اخي اختي، شخص اي شخص اللي كان مدني، واحد سبل له، واحد بدا عليه بصير في جرحى. طب اذا انه اذا حدا سبل لك بتضربه؟ طلبته باجرك؟ اذا حدا سبل لك بطلبته باجرك على الطريق؟ هاي مقابل هاي؟ ما هو بده يكون واحد مثال، لانه بهالمستوى العالي لازم يكون مثال للرقي. هذا شتم ضابط بالمدرسه الحربيه مخرج، عم بقول لك انا حطوه على اي جهاز ثاني وشوفوا شو بيصير. ما صار في طلقه نار وحده بالهواء حتى ليفرقوا العالم. نحن اكيد بنحييهم على هالشغله، يعني اكيد لو بعد معقواس كملت الهواء بيحطوا لنا ال1000 ليره. نحن اهلنا دفعوا علينا بالجامعات لحتى يجوا العالم يحطوا لنا 1000 ليره بوجنا. لا يعني هذا الشيء. وسام، الوضع اليوم كيف بالجمارك؟ الوضع يعني مريب. الوضع الاداره يعني نحن كموظفين ما عارفين شو نعمل، يعني مش بس الاداره اللي اكلتها، نحن كموظفين اكلينا اكثر من الاداره. يعني يعني الوضع جواد الجمرك مخيف اكثر بكثير. نحن الجمرك معروف قد ايه هو وضع الاقتصاد يعني مرتكز عليه، يعني يعني كمان نحن كموظفين اذا لقينا انه ما قدرانين بقى نمارس مهامنا، يعني نحن لدرجه انه البدله صارت تخوفنا. بدل ما البلد تقوينا صار البلد تخوفنا على الطريقه. يعني ما بنخاف عليكم وسام. بس سؤالي الاخير لك، بما انه انت ذكرت بالاول انه الشرفاء اكثر من الاشخاص اللي بيرتشوا، اكيد اكثر، بس معناتها اللي بيرتشوا موجودين ولازم واحد يلحقهم. منك مع هالفكره؟ بغير اجهزه ما في مرتشين بكل المحلات، بس اذا واحد صار له هالمحل ببلش محل ما صار له. انا هلا عم بحكي بصفه شخصيه، ما لي حق حتى احكي، بس انا عم بحكي بصفه شخصيه. اكيد محترمين رايك، لانه الموضوع صار بكرامتنا نحن كاشخاص، بطل لا اكيد منه تعميم. يعني انا عم فكر القدم استقالتنا اذا ما اخذنا حقنا، اذا ما ادارتنا اخذت حقها، اذا ما ادارتنا يعني مديريه الجمارك كيف بتعرف وسام بكل احوال بتطلع باعتذار نيو تي في في خطا صار من احد المراسلين، فكر حاله بتعرف شو وسام، خلي القضاء هو ياخذ مشرى وتكون الكلمه النهائيه لإله، وكل صاحب حق كمان يقدر ياخذ حقه. ويعني عن جد اذا بكل المجالات فيها الاشخاص المرتشين مثل ما سبق وذكرنا، خلي يكون لهم عقاب ولو بلشنا من هيدا المحل، بس اكيد ما عم نعمم هيدا الشيء على الكل، لانه في الاشخاص الصالحين والطالحين. اكيد اكيد بكل المجالات في. وانا بتشكركم انه سمعتوا. اهلا لك يا وسام، اهلا وسهلا فيك. عليكم بموضوع المسؤوليه الكبيره بتتحملوها، لانه انتم قناه منا محليه ابدا. مزبوط يعني يا وسام، مشان هيك اتيحت الفرصه لك، والهواء مفتوح لك دايما ولكل الاشخاص. شكرا، سعيد ومسي لكم. اهلا وسهلا فيك يا وسام، شكرا كثير لك. فقد التنويه مع الاكل، الاكل جامده والشيف واقف على سلاحك، على السكين. طبعا انا سلاحي السكينه وال منقول هيدي السلطه، وحطيت قطع الدجاج كمان على عيون، والصوص اخذت يا مها بدك نزيح العالم تترجع نصورها. مزبوط، صورتها، وهيدي هي المكونات لعن جد كل شخص عباله يرجع يحضرها لسلطه الافوكا مع دجاج المشوي. بدها دجاج وشمندر وبندوره كرزيه، روكا، انواع خس ثلاثه، جبنه بارميزان، مايونيز، حامض، ملح بهار، واكيد نص افوكا مثل ما قدم لنا اياها الشيف. يعطيك العافيه شيف على هالسلاد، لكن بعد شوي رح نبلش بالرياش الغنم. مظبوط، بالرياش الغنم مع الوقت بكفي ولا في شيء ممكن يكون بده استواء اكثر نرجع؟ ما عندي مشكله، بلش انا على السريع. على السريع، ما عندي مشكله. خلص صرت معود معنا شيف. طيب عنا اتصال من صديقنا احسان. احسان من الخبر، هلا مثل ما عرفت صار عمو حسين، بنبارك لك على الهواء يا حسين، بقول لك عقبالك. الله يبارك فيك، لا انا عمو من زمان، بس هالولد له نكهه خاصه. ليه؟
انا عمهم من زمان بس انا اصغر واحد بالبيت، فعندي ثلاث اخوان وخمس صبايا كلهم متزوجين كلهم بيدروا علينا هالاولاد الله بيعيننا عليهم. يلا عقبال كمان ما نشوف لك اولادك ونفرح منك يا حسين. امين ان شاء الله. يلا قربت السنة تقفل على الأبواب وندخل على السنة الجديدة إن شاء الله تحمل خير. يعني أحضر حالي أقولكم أنتوا أول ناس كل عام وأنتوا بخير وأنت بخير يا رب. خي إجت المعايدة بكير هيك. إي طبعا لا أنا لازم أكون أول واحد في العالم كله. صحيح يا حسين. وكل عام والشباب كلهم بخير وبسلم على أبو شادن وعادل غادة عبير ناني جاك المذكور والمنشي، اتمنى انهم يسامحوني وبسلم عليهم كلهم وبخصص بالذكر ابو شادن وبقول له انا المتصدر هلا وفايز عليك ب2-1. بشو هيدا يعني كلمه سر هي بيناتكم؟ لا انا بشجع نادي النصر السعودي في السعوديه. هو بشجع نادي الهلال السعودي بالسعوديه. اوكي. فالنصر ربح على الهلال يوم الاثنين وصار النصر هو في المركز الاول والهلال في المركز الثاني. مبروك لك. فهي كانت دوشه بالسعوديه الموضوع. يعني هلا ربحان ولا ابو شادن؟ انا ربحان مو هو اللي ربحان. يا ويلي يا ويلي شو بدنا نسمع منه حكي. الله يسامحك شو عملت فينا يا حسين. انا اللي ربحان. نحن رح ندفع الثمن مش انت. لا انت 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 كمان ربحانه يا راغده. بعرف بعرف لانه هلا بده يطلع بده يرد عليك كمان. في رد على الرد. بسلم على الشيف يوسف ما بنساه حبيبي. اهلا وسهلا فيك سيد حسين. انت اليوم ضربتني بالصميم. رياش رياش هذه اكل المفضل الظاهر. وصلت. انا امانه اليوم بالظهر بفكر بالعمل انه اليوم نعمل هيك طلعت شوي بال يلا بالليل يعني في العشيه ان شاء الله بتزرع توصل على بيروت. انت شجعت اليوم 100%. اي خي يلا شفت مثل العادة بنعطيك أفكار للعشاء تبعك، دائما بيحضرنا حسين وعلى أساس اللي بيشوفه بيرجع بيطبقه. بيطبقه اليوم عنده مشاوي. رياش أنا ما بنسى أسلم عليكم، بذكر مها كمان بسلم عليها كثير ودائما أحرجها وبتدخلني في الوقت بدل ضايع في قبل البريك. على القد على القد قبل البريك. على القد. ما هي في ماتش هلا. مبسوط فيكم وشكرا لكم على المساحة. وعلى فكرة اليوم درجة الحرارة في لبنان 22 يعني الطقس ولا أحلى منه. صحيح كثير حلو. الله يهنيكم إن شاء الله. ثانك يو يا حسين، ميرسي كثير لك وللمداخلة. ورح نتوقف مع فاصل الإعلاني من بعده لكل اللي بحب الأكلات الدسمة. رح بحضر لنا الشيف رياش الغنم مع البطاطا المهروسة والخضار وصلصة إكليل الجبل. خليكم معنا. وعلى أنغام فرم الخضرة عم نتابع محطة طيب جدا مع الشيف يوسف قدامي من كورال سويت الحمراء. وأكيد جربت تشهل شوي تفرم فرم ناعم، بس كيف طلعوا معك هالقد ناعمين بسرعة؟ يعني رح نشوف بالكوسة. أوكي. هون الكوسة أنا ما رح استعمل القلب، بستعمل شوي القشر الخارجي مع شوي البياض من دون قبل ما أوصل للبزر. بهذه الطريقة بهذا الشكل. يا دعانا. هاي الكوسية بس تنحشى بتطلع. ايه بالحشي مش مشكلة، بس إذا خليت البزر بقلبها بيترك كثير وبتعجق. بهيدا الشكل بالطول أول شيء بنرجع بنحط هيدا. صبيعنا هيك أكيد واقفين. هلا فيها ست البيت تخلي هوليك وبتعملون عجة مثلا. بتعمل نقر كوسة. في 100 طريقة مع بيض مع كوسة. ايه ما نقر كوسة. نقر الكوسة طيب. هلا أنا رح بلش شو أول شيء بالخضرة، لأن الخضرة بدها شوية وقت. البطاطا عندي أوريدي جاهزة هي أني هارسها بس إنه بدي سخنها. سلقة ايه وهارسها بس بدي سخنها وزد لها الكريم والملح والبهار. الصوص عندي الديمي جلاس جاهز بس بدي أضيف له الإضافات الثانية. هلا بدي بلش أول شيء بالخضرة.
بدنا نشوف سوا اذا المقادير مع كل المشاهدين لتحضير ريش غنم مع بطاطا مهروسه وخضار مقطعه صغيره مع صلصه اكليل الجبل. ريش غنم 150 جرام، بدنا بطاطا 100 جرام، جزر، كوسه، بصل اخضر، فطر طازه، زعتر اخضر، ملح وبهار اسود، زيت زيتون، وكمان صلصه الدومي جلاس الجاهزه، 20 جرام كريمه طازه، كزبره خضراء، 20 جرام بندوره واكليل الجبل لزينه. بتذكرنا شو الدومي جلاس شيخ؟ دومي جلاس هو كنايه نحن بنقول له مرق اللحم. هلا نحن اذا بدنا نسوي مرق اللحم بده شويه وقت طبعا، طبعا هو مرق اللحم بده ست ساعات اذا بدنا نشتغله. هو كنايه عن مرق اللحم، بيحطوا اللحم معه عظام وجزر وشويه توابل على النار، اول شيء بيعطوها نار خلوها تاخذ لون مضبوط، بعدين بحطوها بالمي وخلوها تغلي ست ساعات. هيدي الطريقه التقليديه اللي كنا نستعملها، هلا بهالطريقه الموجوده بيجي عندنا بيجي بشكل بودره. البودره بنذوبه مع مي، بنحط شوية طحين، اوكي عفوا زبدة، بس يدوب الزبدة بننزل معه طحين، مجرد انه ما يكمش الطحين مع الزبدة، هيدا المي اللي نحن مذوبينه مع الدمي جلاس بصير ننزله شوي 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 معه بشكل يغلي، بنحسه انه بلش يسمك شوي، مش بان سميك وخفيف. هلا بس يغلي بنرجع بنصفيه مرة ثانية عشان بتعرف انت الطحين اوقات ممكن ما يدوب بشكل نهائي، بنصفيه اول مرة وثاني مرة، بعد ما نصفيه بنرجع بنزيد له الملح والبهار والشغلات الثانيه. نحن اخر شيء قبل ما نقدمه بنضيف الكريم. اوكي. انت عم بتشتغل شيف، كمان عنا اتصال من صديقنا نبيل عم يحكينا من الاسكندريه. مساء الخير يا نبيل. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. اهلا يا نبيل، كيفك؟ اهلا يا مدام. انا منيحه، وانت شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله، اثنيننا منيح ان شاء الله. انت منيح؟ لا انا كلمت مدام على رضا وريتا لما اتحلقت الاستاذ جمال عناي. ايه مظبوط مظبوط، حلقه جميله جدا عن نهار الجمعه. ايه نهار كيف؟ ايه يا ريت كرروها بقى، بيجيبوا ناس مثلا عمرو اديب وغيره وكده ان شاء الله، يبقى مية مصريه مش عشان مصر زي يعني، ممكن تجيبوا ناس ثانيه برضه ان شاء الله. ان شاء الله يا نبيل، كل ما تتاح الفرصه. انا عايز اقول برضه حاجه، انا اول واحد جايز تسجيل البرنامج مثلا الاكل، يبقى مره اكل لبنانيه، اكل مصريه، اكل هنديه عشان الاذواق. شو على بالك؟ شو على بالك يحضر لك شيف مثلا يوسف؟ لا انا مش على الاكل، انا بقول لي سمك طبعا، اسكندريه بحب السمك وكده، انا بتكلم على عامه يعني مثلا مره بشكل عام، مره هندي، مره اسباني، اي حلو حلو مره كده ان شاء الله. على طول من نوع عاملنا شيء طبخه مصريه. ايه مش مشكله، عمل له كشري. ممكن المشاهدين زي مثلا ابو شادي او عادل يقولوا سؤال، وانا برضه عندي اسئله. اوكي برجع مدام راغبه. ايه ايه مظبوط يا نبيل مظبوط. يعني مثلا انا عندي سؤال، هل حبك الاول هو حبك الاخير؟ هل حبك الاول حبك الاول هو حبك الاخير؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه يا نبيل؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ في اسئله ابو شادي عنده اسئله عادل. طب انت شو رايك؟ انت شو رايك؟ كل واحد يقول سؤال والمشاهدين برضه جاوبوا عليه. اوكي وانت شو اذا اول واحد بده يجاوب على السؤال، شو بتلاقي الحب الاولاني هو الاساس ولا لا؟ انا الحب الاولاني؟ ايه لا الحب الاخير. الحب الاخير، لكن حب الاولاني هيك بس. بيروح زي ابنك يا مدام إلهام، زي بنتك يا مدام رغبة. منيح الحمد لله، ابني منيح وبنتها منيحة. بخير الحمد لله. ان شاء الله عيلتك كمان بخير يا رب يا نبيل. السلام عليهم على بابا وماما زيك وماما يبون، وعلى جميع مشاهدين حبيبنا يبون واحبابنا جميعا. بس بتعرف نبيل، شكرا كثير اول شيء، كثير حلوه الفكره، واخذنا هذا السؤال رح نعطيه لفريق الاعداد، وان شاء الله كل مره حدا منكم بيطرح سؤال بنتشارك فيه كلنا سوا مع كل اصدقاء البرنامج. شايف بركي ما كنت معنا وقتها نطرح السؤال، انت شو رايك؟ لا ما كنتش معكم. الحب الاولاني هو الحب الاخير ولا الحب الاولاني مش حب الاخير؟ الحب الاولاني هو الاساس. يعني حتى بيعلمنا نحب، يمكن حتى لو حب مره ثانيه الانسان، بس الحب الاولاني بضل له ذكرى خاصه، لانه بيقولوا ما الحب الا للحبيب، وما الحب الا للحبيب الاول. مظبوط صح، كثير مظبوط، هيدا قول مظبوط يعني عن دراسه الاول دللي دللي ما عم نحب ناخذ رايك كمان. امثال من عصر الجاهليه بدنا وما الحب الا للحبيب الاول، لانه ما كان شايف غيره المعصر. ايه على ايام كان الوضع غير مختلف. لا انا مع فكره حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. هلا صار له اكسبايري ديت هيك، صار كثير سريع، بينسى واحد اي حب. مزبوط صح. اي رقم صار على عصر السرعه نحن هلا بنحبه على الواتساب هلا. ايه فيسبوك واتساب.
شغال مع الواتساب شيف؟ مش الواتساب لا مش كثير. شو عندك فيسبوك؟ بحب الفيسبوك اكثر. والتويتر اكثر. والله من زمان مش من هلا. ايه بتعلم اكل شيء على عيون او بتعطي لا لا على الفيسبوك انا بنزل اوقات شغلات احنا بنعملها بالاوتيل بنزل صور بس على التويتر شيء عادي يعني مش انه بس على الواتساب. رجعت قلي شو عملت شيف؟ هلا اول شيء نزلت الجزر، الجزر بده شويه وقت. اوكي. بعد ما حسيت الجزر تغير لونه يعني كان لونه اورانج بلش لونه عبياض بكون انه بلش يستوي شوي. منزل الكوسه. بعد ما نزل الكوسه كمان بحس الكوسه بلش يتغير لونه بدي انزل البطاطا بيرجع الباذنجان الفطر البصل. يعني من يلي بيستوي اذا بدك اقل من اللي بيستوي تدريجيا. من البيت الاول مضبوط صح. أوكي. البطاطا عندي اياها انا المهروسه هي على النار عم سخنها. مجرد ما حس... عملتها هيدي ولا شيء، هيدي البطاطا حبتين بطاطا حطيته بالمي سلقتهم 25 دقيقة هون بنعرف نعمله حطيتهم كل واحد ما فيهم شيء بقلبهم هلا لا المرة عم جربت اعمل فيوريه لا عم بحكي سلق بطاطا دخل... لا لا مش اشياء صعبة فيوريه ما دخل جيراننا دخلوا قلت لأمنا تدخلوا على الفيوريه لا الفيوريه ليه صعبة الفيوريه دخلك؟ مش صعبة هي بدك تشتريها بالتدريج بس مش اكثر منه بتحسها اوقات بتكمش كثير بتصير هيك كبه بترجع لك ليش؟ لانه بدك تزيدي لها شويه زبده اذا ما عندكش كريم حط شويه حليب بتطرى معك اي انا هيك بس تركتيها حليب. تركتيها مثل ما هي بس بطاطا على الحل طبعا لا حطيت لها انه بعرف حاطين حليب لما انا هيك بس بحسها اكله سهله واوقات بزابر بنجيب انفلوب جاهز بس هيك فيها بس لا بضل الطازه اطيب اكيد هيدا انا هون بلشت الخضره ريحتها كمان حلوه ريحتهم كثير طيبه والله يا حسين اطلع هلا بدهم ينزلوا ريش الغنم الغنم هي البطاطا بس واحد بس ياكل منها ما بحس حاله مثل الريشه ابدا بحس حاله حليب بحس حالك غنمي مزبوط رشه بهار ابيض رشه ملح طيب فينا نعملها مع فيليه اي مع في لحمه اي مزبوط مع في لحمه مع سمك مع كل شيء بتمشي بطاطا بتمشي مع كل شيء والخضره هيدي بتمشي مع كل شيء تقريبا منتابع نحن وياكم واتصال من محمد من المروانيه كمان عندنا حشريه نعرف وين المروانيه يا محمد ضيعت الشاي بس عرفت انه محمد هلا يلا قول الو لكن الو يا اهلا يا محمد بدك توطي صوت التي في محمد بالاول تنقدر نسمعك بوضوح لو سمحت وطي صوت التي في اسمعنا من التليفون اوكي 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 شو يا محمد مساء الخير هاي انا بدي احب اتشكر شيف يوسف اضامي من نفس الضيعه عرفنا ايه وشيف مثله كمان كمان محمد مين محمد في ايه اوكي محمد فقيه تحياتنا لك لازم تكون ضيفنا شي مره كمان نتعلم منه هلا حبيبي محمد اهلا وسهلا فيك حبيبي انت من زينه الشباب بعرفه يعني شايف من الشباب الطيبين هيك يعني. المروانيه ايه عنا وين تحديدا تقعد تطلع شايف حد الزهراني على الزهراني هذاك الزهراني لكن في جوعان بيدعي للطبخ مزبوط صح للاكل يعني نحن تقريبا بعد عن البحر منه. اوكي هي البطاطا البيوريه جهزت شو بتتميز المروانيه محمد شو الاكل الاكثر شيء بتتميز فيها الضيعه الكبده واللحمه والمشاوي لكن بندعيك تكون ضيفنا وتعلمنا طريقه تحضير الكبه المروانيه اوكي 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 اهلا وسهلا فيك يا محمد شكرا لك محمد من الشباب الشاطرين بالحلو يعني هو اختصاص حلبيه بيشتغل باحد الاوتيلات ببيروت بقلب البلد بيروت اوكي لكن بليز لانه شاطر بالحلو ضبطوها اكون انا بالحلقه مش انت اعطي رايي بالحلويات هلا هون انا عندي الدمي جلاس بلش يغلي شوي وهون الخضره تقريبا بلشت تبين عم تستوي والبطاطا جهزت هلا انا لازم بلش بالريش ريش ما بدها وقت كثير عم حس الدوني جلاس وتذوبي بقلوب الناس حكيم عيون زيت نباتي زيت نباتي طبعا زيت زيتون استعملته للخضره ايه بدي انتبهوا بس الخضره على طول عم تحركهم تما ايه حتى ما تلزق ايه. شوي هلا انا بعد للصوص بدي استعمل بندوره وكزبره وشوي من الاكليل الجبل بهيدا الشكل بندوره مش كثير كمان مكعبات صغيرة بهيدا الشكل هي البندورة
وكزبرة كمان شفتين. ربيع. ايوه. ازيك يا ابو محمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ كيفك يا رجاب؟ كيفك؟ نحن مناح، وانت عامل ايه؟ شو اخبارك؟ انا الحمد لله تمام، ماشي الحال. هاي؟ ايه كيفك يا اما؟ نحن منيح بألف خير، بألف خير يا ربيع. منورة يوم بيروت ومنورة الدنيا كلها. شكرا. تسلم. ماشي ماشي. كيفك ليلو؟ أنا منيحة كثير يا ربيع، وإن شاء الله أنت منيح يا رب. الله يخليك، أنت إنسانة رقيقة ومحترمة والله كثير. تسلم تسلم يا ربيع، وأنتوا هيك كمان. ما بيقول المثل اللبناني يا مثلنا تعال عنا أو اتصل فينا. يا مثلنا تعال عنا. أهلا يا ربيع. شو يا ربيع؟ شو ربيع؟ أردت فكرة كبيرة، فكرة كويسة جدا. إيه؟ عنده فكرة كويسة جدا؟ يمكن. عندك فكرة؟ أيوه. فكرة كويسة. شو هي؟ حب إيه اللي تقول عليه؟ أنت قبل معي، تعرف معنى الحب إيه؟ آه، تعال قبل، أي مظبوط، هيدي تكملة لحب إيه اللي أنت جاي تقول عليه. ماشي يا جميل، ماشي. يلا منيح، لك هيدا نجاوبه لنبيل فرد مرة على السؤال اللي طرحه، شو رأيك ربيع باللي قاله؟ الحب الأول هو الحب الأخير؟ الحب الأخير، الحب الأخير. الأول هو الأخير؟ لا لا، هو الحب الأخير. آه أوكي. الحب الأول بالأخير. أوكي. ماشي؟ مهم الحب الأخير، إيه. نعم. نعم، مهم آخر حب لأن بيكون هيدا الموجود هلا، عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. بمثل على الشيف يوسف. بمثل عليك. هلا هلا وسهلا فيك. شيف يوسف منهمك هلا لأن عم بحط إكليل الجبل. يا شوفي يا ميلو. نعم. هو شيف يوسف بيسوي إيه؟ حلو إيه؟ إيه؟ عم بيعمل ريش. إيه ريش غنم مع بطاطا مهروسة وخضرة. ريش غنم؟ غنم غنم. صحتين. بتحب بتحب الغنم ورياش الغنم؟ بنحب الغنم وبنحب بردك البقر وكل حاجة. كل حاجة بنحبه كله، ألف صحة إن شاء الله. الله يخليك. تحية كبيرة بقى للعمدة أبو شادن وعادل وأبو وهاب، أبو وهاب عشان ما يزعلش. أوعى حدا يا عم يزعل، يا عم عبد الوهاب سمعنا صوتك وعم نسأل عنك على الهوا واشتقنا لك. سبيشل ريكوست لعبد الوهاب، حتى صديقتي رولا قالت لي عمي عبد الوهاب له بالعاده يكتب لي على الفيسبوك، ما عم يكتب، بدها تطمن عنه. هيدا عم تسكب البطاطا البيوريه. بطاطا مزبوط بهيدي الشكل، بدي اكبسها حتى ما تفلق. عنا تقريبا حوالي بعد دقيقتين ثلاثة بنكون خالصين. طلعنا نسوي. اوكي، هلا الغنم الريش ما بدهم كثير على النار. لا لا ما بدهم شيء كثير، بس بنقلبهم قلبتين طلعوا خالصين. اوكي. هي الخضرة خلصت. بس شو حلوين الخضرة هيك، وقد الواحد بحس شيء صحي. بهيدا الشكل. ذكروني بفريكة شو اسمها المفروكة؟ في الفريكة. الفريكة، أي هي اللي فيها بطاطا بطاطا وبيض؟ شو اسمها؟ المفروكة، هذيك المفروكة. فركة. لا هي فكرت شي اكله، قلت والله راغده. لا انا عرفت منظرها من بعيد. هي اللي ما بيعرف يعمل اكل بيعمل مفرك، فركه بيض وبطاطا. طيبه عن جد، طيبه كثير. امتين بدنا نجيب شيف راغده على الاستوديو تعلمنا طريقه سكب كوب المي؟ ايه ونحن نحن بنعمل مع المقابله. بس اقول للي سمعوني ضحكت قال مها نهارتها بتاخذ اوف، ولا مين بيعمل اخراج مها؟ ليكي بوجودي ما فيكي بوجودي بدك ترفقي. رح اعمل الاخراج لانه ما في عندي اعمل شيء. هي لقطه وحده وخلص. بدي اعمل المفروكه المفركه فريكه. انت بلشي بالكلمه مضبوطه. هذا اللي بيضحك على ريش الغنم. ريش الغنم. شو صارت حلوه البطاطا مع الخضره هون لمسات الأخيرة تما يكون في ولا شيء غلط. مضبوط. هلا أنا الريش هون بدي بس عم أعطيهم لون. هو لهم تتبيلة للشوي كمان شاي؟ إيه أنا متبلهم من امبارح. شو تتبيلتهم؟ إكليل الجبل، بهار أسود، زيت نباتي، ملح وبس. أوكي. أكثر من هيك. ما بدهم خل وحامض. لا 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 ما بده خل وحامض اللحم. أيه. يلا
يعني هلا هيك احنا بالوقت الاخير بس اكيد بالبيت بيقدروا يخلون يستووا اكثر شوي. بعد معنا دقيقه تقريبا مش هيك؟ لا خالصي نزيني. له موسم اكليل الجبل؟ هو على طول بمدار السنه بتزرع منه حد البيت بتلاقيه موجود. يعني انا حد البيت زارع هيدا الزعتر والزعتر الثاني هو مثل الحبق نفس الشيء موسمي على طول. بدنا نسأل سؤال بس إذا طلع الجواب بيضحك ما تضحك علينا. إيه عادي. في ريش بقر ولا ما في ريش غنم؟ بلا في ريش بقر. بتجي حبتها شوي. قد إيه بتكون الريش كبيرة كثير؟ لا مش لهالشكل بتجي أكبر شوي بتجي أكبر شوي طبعاً. بس ليش مش أخذي شهرة؟ ليه مش أخذي حقها مثل الغنم؟ لأنها بقرة. لا هي بتجي طرية بس هيدي أطيب فيها اللي الموجودة بقلبها هيدي دهنة دهنة أكثر. إيه هلا أنا تقريباً تقطع يعني بحبها التعبير. مضبوط. أنا صرت خالص تقريباً. أوكي. هو العظم بعد شوي خلص مثلا هيدي يا ويلي قاسي الوضع يا شيخ. هيدي بده يكلهم هلأ بياخد حبة للكوليسترول. أي حبة يقضي تع حبة؟ وحده للتريجليسيريد وحده للكوليسترول. وبضب بيجامته صار ما صار رح فجاه على المستشفى يكون جاهز. بس لحط الصوص بس على الوجه تكون صرنا خالصين. اوكي. الحلو معك شيف انه حتى بنفوت بمسح الاكل بتلبينا ما في مشكل لهيدا الشكل. بس لحسن الف صحتين وعافية. ريحه مش مزاجي. اي لا الف صحه. شفت صورتها كمان على الشاشة. اوكي هي عم نرجع نشوف المكونات مرة جديدة للي بهمه يحضرها بالبيت. يعني إذا بدون غيره عادة بالشوي كثير بيستخدموها. هيدي هلا بلا مثل ما بيقولوا طبق. شايف هلا الصحن يعني مع ثلاث ريش حطيتهم لشخص واحد؟ هذا شخص واحد عادة مش كثار يعني؟ لا ثلاث ريش. نحن عادة بورسون بينزل بكل المطاعم ثلاث ريش. اوكي البطاطا هيدا هو الحجم. وشو بيلبق لسلطة قبلها؟ هيدي فيك مثلا سلطه خضراء. سلطه خضراء بدون ما تمشي الدجاج مثلا. أي. سلطه خضراء لانه شوي فيها خفيفه اكثر. خفيفه شوي اكثر طبعا. حدا بياكل الدجاج دسر حسب ما بيجي على انت. كل شيء طيب. كمان بدكيش تاخذي دسم اذا بفضل خذي فروت سلطه اذا بدك. فروت سلطه. شيف يوسف بدنا نوعد المشاهدين اذا الله اراد هلا مع اقتراب الاعياد ما نبلش نحضر اطباق بس خاصه بالاعياد ان شاء الله. اوكي وانتوا على عيد الميلاد شو عاملين؟ طبعا نحن على عيد الميلاد عندنا برنامج خاص لنا ان شاء الله قريبا بنعلن عنه. نحن قايد انه عم نشتغل عليه للموضوع تحضير لقلو. تقريبا صار جاهز. اوكي وهاليومين الثلاثه ان شاء الله بنعلن عنه. عندنا ان شاء الله رح نشتغل على عيد الميلاد ان شاء الله. بنشوفك قريبا قبل الاعياد كمان تنتعلم الشهيه. شيف يوسف قدامي من كورال سويتس الحمراء بدنا نتشكرك وبدنا نقول انه اللي بده ياكل هالصحن لما يخلص بنقول له كيفك انت ان شاء الله منيح نطمن عنه. الأغنية الرائعة واللي شفناها مصورة هي تحت طبعا إخراج وتصميم المخرج سمير سرياني اللي رح يحكينا عن تفاصيل أكثر مباشرة بعد الوقفة الإعلانية.